أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع، للطاقم الطبي وللطاقم المشرف على العمل الإنساني، وعلى وأيضا أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للدولة التي قامت بهذا العمل الإنساني. والحمد لله أمس كان آخر فحص طبي لنا والنتائج كلها سليمة، وكذلك جميع الطلاب الذي تم إجلاءهم تنوبهم السعادة التامة لتلقيم خبر أن كل النتائج الطبية والفحوصات التي تم إجراءها من قبل أسبوعين كانت سليمة. فشكرا لكم جزيلا على هذا العمل الإنساني.